Okay, go ahead. في البدء كانت الأرض خربة وخالية وتغمرها الظلمة. لم يكن بحرا أو يابسة، لا حيوانات ولا ناس، لكن الله كان موجودا. كان عند الله خطة، فقال ليكن نور. فجأة انتشر نور طرد الظلام، وهكذا انتهى اليوم الأول. ثم أمر الله أن يكون فضاء واسعا شاسعا، فانوجد ماء من تحت وسماء من فوق، وفي السماء وضع الله جميع الكواكب والنجوم. كان في الأول ما كان في أرض، الأرض كانت خربانة وفاضية وكلها ظلام، ما كان في بحر ولا يابسة، لا حيوانات ولا ناس، بس الرب القدير كان موجود. الرب كان عنده خطة، فحكى الرب ليكن نور، وفجأة انتشر النور وطرد الظلام، وهيك كان نهاية اليوم الأول. بعدين الرب أمر إنه يكون في فضاء واسع كبير، فصار في مي من تحت وسماء من فوق، وفي السماء أو في الفضاء الرب حط جميع النجوم والكواكب.